السلام عليكم، وجينا لكم على الغداء. حيكون غداء خفيف شلي هدو. المكونات هي هذه، دحين اشرح لكم. هي بالنسبة للأدوات هنحتاج قدر فيه الموية نغليه عشان نغمر فيها الهدوك، طاوة وملعقة خشب. المكونات هي عيش الهدوك، لحم مفرومة، زيت زيتون، أوريغانو، وينشستر صوص، سكر، بصل، هدوك الأسود، طماطم، معجون طماطم، ملح بحر، ثوم، شطة زي ما تبغوا بودرة، وأخيرا كمون. أول شيء هنسويه هننزل الهدوك في الموية، نسيبها على نار واطية. شغلنا النار في الطاوة، نسيبها تسخن دقيقتين. حمية الطاوة، شوية زيت زيتون، نلم البصل، نقلبه لين ما يذبل. مهم جدا ما نضيف الثوم على طول، لانه الثوم يستوي اسرع من البصل، نضيفه بعد شويه. نضيف الثوم، نقلب. الحين نضيف الكمون، نقلب لين ما تذبل الطماطم، البصل قصدي. طيب نضيف شيلي باودر حسب رغبتكم، ونقلب. نضيف بعدها الطماطم، نضيف الطماطم. طبعا كل ده على نار واطية، ما هنعلي النار غير لما نضيف اللحم المفرومة عشان ما نقلو مية اللحم تطلع برا. آخر شيء نضيف صلصة الطماطم، نقلب. نزود ملح بحر، فلفل أسود فرش، نسيبها تتسبك. هنبدأ ننزل اللحم المفرومة على الطاوة. هنبدأ دحين نطقطق اللحمة ونوزعها مع الطماطم والخلطة زي ما تستوي. ضروري لما نعمل نطقطق اللحمة تكون على نار عالية عشان المويه اللي في اللحمه تفضل جوتها وما تطلع، تصير اللحمه طريه وجوسي وطعمه. نضيف دراي اوريجانو اللي هو زعتر ناشف، وكمان وينشستر صوص. خليكم كريمين في وينشستر صوص. شايفين اخر شيء رشه سكر. عندنا هنا 2 بن دهنتهم شويه بالزبده مع شويه ملح، اقلبوهم على الوش، حطهم شوية على النار عشان كده. تمام، نزود هاي الجبنة على الناحيتين، نطلع العيش. نبدأ بستوى، نزل الموية، نحطه